السلام عليكم، طابت أوقاتكم وأعمالكم. يقول جرير وهو يهجو الفرزدق: إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال. فمن هو أبو رغال وما هي قصته؟ لما أراد أبرى الحبشي هدم الكعبة لم يكن يعرف مكانها بالتحديد، فكان بحاجة لدليل من العرب يدله عليها، ولم يجد من يقبل بهذا الدور أن يكون جاسوس رغم الإغراءات التي يقدمها. فمرؤتهم تأبى الغدر والخيانة وهم في الجاهلية، فلم يقبل بهذا الدور الدنيء إلا أبو رغال، وافق بمقابل مادي. وفي الطريق مات أبو رغال قبل أن يصل الكعبة، فلم يكسب إلا السمعة السيئة، فأصبح رمز للخيانة، ينعتون كل خائن بأبي رغال. مكث العرب قبل الإسلام سنوات عديدة، كلما حجوا البيت الحرام ذهبوا إلى قبر أبي رغال ورجموا. الغدر والخيانة خصلتان ذميمتان لا يتصف بهما إلا جبان ضعيف الإيمان فيه من خصل النفاق، لا يستطيع المواجهة، يطعن في الظهر، يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي. قال عز وجل: إن الله لا يحب الخائنين. وجاء في الحديث: كل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وهذا من المبالغة في العقوبة والفضيحة، فالخيانة عار وشنار في الدنيا والآخرة. قرأت سيرة الخونة عبر التاريخ، سواء خانوا شخص أو أمة، لوجدت أن النهاية مؤلمة والميتة شنيعة والسيرة دنيئة، يتبرى منهم القريب والبعيد. الشيعي ابن العلقمي خان الدولة العباسية وقدم للتتار خدمة عظيمة سهلت لهم دخول بغداد، فقد أقنع ابن العلقمي الخليفة العباسي بأن يقلل عدد الجند وأن يخفض الرواتب بحجة أنهم يشكلون عبء الميزانية، فلم يدع إلا عدد قليل من الجند برواتب زهيدة. ولما دخل التتار بغداد وأسقطوا الدولة العباسية وانتهت حاجتهم للعميل ابن العلقمي، أهانوه وأذلوه فمات غما في قلة وذلة. نعوذ بالله من الخيانة. قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من الخيانة فإنها سوء البطانة.